قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جايك سوليفان إن البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني تشينغانغ من الساحة العامة. وذكر سوليفان أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إطار منتدى وزراء دول شرق آسيا في إندونيسيا. إلا أن الخارجية الصينية أعلنت قبل انعقاد قمة آسيان أن وزيرها تشينغانغ لن يحضر اجتماعات دول آسيان المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية. وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، فقد كان آخر نشاط لتشين مسجل في 25 من يونيو الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية. وأفاد موقع بلومبرغ بأن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أرجأ زيارة مزمعة للصين، وذلك بعد مرور شهر تقريبا على آخر ظهور علني لنظيره الصيني تشينغانغ. من بكين معنا لمناقشة هذا الموضوع الكاتب الصحفي الصيني نادر رونغ. سيد نادر، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. إلى أين ذهب وزير الخارجية الصيني؟ أهلا ومرحبا بكم. نعم، يعني أعتقد هناك يعني أسباب صحية حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، فهناك لأسباب صحية يعني لم نراه يعني منذ عدة أيام. هل هو مصاب بكورونا كما تقول بعض المصادر الصحفية؟ هذا ما يعني ما أورادته معلومات صحفية أجنبية. لا نعرف بالضبط يعني ما هي الأمراض بالضبط، ولكن بسبب الأسباب الصحية فنحن نستطيع أن ننتظر قليلا يعني نتابع ونرى المصادر الرسمية. طيب، ولكن هل من عادة يعني الصين أن لا تنشر أي بيانات واضحة حول يعني طبيعة أو حقيقة اختفاء شخص بهذا الموقع؟ نتحدث عن وزير خارجية وليس موظف عادي يعني بمؤسسات الدولة، هل هي عادة تتحفظ على هكذا معلومات؟ يعني هناك الإعلان للأسباب عدم وجوده أو حضوره لبعض المناسبات الرسمية، ف يعني كما قلت يمكن أن ننتظر ويعني نتابع ونرى يعني مع مصادر رسمية. ما أريد أن أقول هو أن هناك نشاطات دبلوماسية مكثفة للصين، وهو يعني من أجل الاستمرار في يعني العلاقات الدبلوماسية، وذلك من أجل كذلك من أجل المساهمة في حماية السلام العالمية، وكذلك
تعزيز التنمية المشتركة لدى المختلفة الدول. تماما، وفي ظل وجود هكذا تحديات كبيرة، غياب وزير الخارجية بدون بديل له إلى الآن، أليس مقلقا؟ أليس مؤشر يعني مقلق بالسياسة الخارجية؟ لا، نحن لا نرى يعني هناك القلق، لأن هناك الاستمرار في النشاطات الدبلوماسية، فرأينا هناك الزيارات مكثفة لل يعني مسؤولين الأجانب للصين، نعم، وكذلك التواجد كذلك المسؤولين الصينيين إلى الخارج، فليس هناك انقطاع تماما للنشاط الدبلوماسي الصيني في الوقت الحالي، بل هناك التعزيز كذلك هذا الجهود الدبلوماسي من الصين من تحت رأية السلام والتنمية والتعاون نعم، وفوز المشترك. ولكن هناك يعني دول تؤجل زياراتها او حتى يعني تعبر عن يعني مفاجاتها باختفاء وزير الخارجيه، نتحدث عن بريطانيا مثلا او حتى دول ثانيه، هل في تواصل على الاقل مع هذه الدول لايضاح الوضع؟ طبعا هناك الانفتاح وهناك التواصل، يعني قنوات التواصل مفتوحة يعني في دائما، نعم، وهناك كذلك التنسيق بين مختلف الدول لمواصلة قيام النشاطات الخارجية. طيب سيد نادر، هناك أيضا يعني من ضمن الإشاعات التي صدرت بحسب مصادر صحفية الحديث عن أنه السيد وانغ يي سوف يعود إلى هذا المنصب مع غياب وزير الخارجية، هل فعلا أولا هناك صراع نفوذ، وثانيا ما هو احتمال عودته؟ في الحقيقة لا نعرف يعني الترتيبات المستقبل أو يعني ما يتعلق في هذا الجانب، فيمكن أن ننتظر ونرى يعني المصادر الرسمية. ولكن ننتظر إلى متى؟ هناك وزير خارجية مختفي منذ 25 من يونيو، لم يختفي الأسبوع الماضي، إلى متى يمكن الانتظار؟ يعني ننتظر قليلا ويعني نرى، يعني يجب أن يعني نتابع مع المصادر الرسمية. طيب بالنسبة كذلك لنائبه اليوم، يعني فعليا هناك من يتولى مهامه مباشرة، هل في شخص استلم المهام واللقاءات، أو أيضا بانتظار البيانات الرسمية هناك تجميد للقاءات الرئيسية؟ أنا شخصيا لا أعرف بالضبط، ولكن يعني كما قلت سيتضح الأمر، ويعني نتابع وننتظر ونتابع يعني مع المصادر الرسمية. طيب يعني اليوم نحن من أين نترقب يعني توضيحات رسمية؟ هل نترقب بيانات من الخارجية؟ هل يتم الاستعداد لهذا الموضوع؟ هل نترقب بيان من الرئاسة؟ يعني من أين يمكن أن نستحصل على معلومات دقيقة بوقت هناك غياب تام لأي بيانات واضحة؟ طبعا يجب أن نتابع يعني وزارة الخارجية الصينية وكذلك يعني المصادر الرسمية من الدولة، فأنا حاليا يعني نحن يعني لا يجب أن نقوم بالتخمين أو نسمع الشائعات، فيجب أن ننتظر المصادر الرسمية. هو لا شك أنه أمر يلفت الانتباه كثيرا في هذه الفترة بالتحديد، فترة حساسة، ولكن سننتظر معك أستاذ نادر كل الإيضاحات الرسمية. شكرا لك على هذه المداخلة معنا من بكين، الكاتب الصحفي الصيني نادر رونغ. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.